ممتاز 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 جدا. جدا. طيب طيب يا يا مهندس مهندس عمر، عمر الدنيا الدنيا رايحه رايحه فين؟ فين دلوقتي دلوقتي؟ يعني يعني ما ما شاء شاء الله الله انت انت قلت قلت لنا لنا يعني يعني الموضوع الموضوع تطور تطور بشكل بشكل كبير كبير جدا، جدا، بقى بقى تقريبا تقريبا شبه شبه متدخل متدخل في في كل كل شيء. شيء. انت انت شايف شايف المستقبل المستقبل فين فين في في الذكاء الذكاء الاصطناعي؟ الاصطناعي؟ هل هل الموضوع الموضوع هيتطور هيتطور اكتر اكتر من من كده كده ولا ولا هيتوقف هيتوقف عند عند هذا هذا الحد؟ الحد؟ هل هل الموضوع الموضوع هيؤدي هيؤدي الى الى مخاطر مخاطر مستقبليه؟ مستقبليه؟ خليني خليني برضو برضو يعني يعني نكون نكون متفائلين متفائلين شويه، شويه، ولو ولو تدينا تدينا كده كده نظره نظره للمستقبل، للمستقبل، انت انت شايف شايف الموضوع الموضوع رايح رايح على على فين فين واحنا واحنا هنوصل هنوصل لفين؟ لفين؟ طيب، هي الفكره كلها في التسارع الرهيب جدا اللي حصل، يعني من 1950 مثلا لحد 2020 تقريبا كان الموضوع ميت خالص الذكاء الاصطناعي. عشان تتعلم الذكاء الاصطناعي لازم تبقى ادفانسد في البايثون، قوي جدا في لغه البايثون، وتكون عارف لغه اسمها لغه الليسب، وتكون عارف يعني محتاجه فعلا حد جبار جدا، دكتور في الجامعه متخصص في الموضوع ده عشان يبدا بس ايه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان مثلا في كمبيوتر فيجن السي في، ان هو يتعرف على شكل الشخص، دي كانت محتاجه فعلا تاخد كورس لمده سنتين ثلاثه عشان تفهمها. دلوقتي البرنامج موجود، بدوس عليه بيبدا ان هو يفهم ويبدا ان هو يتعامل. وبقول لحضرتك انا بشرح السي في ديت لطلبه عندها 5 6 سنين، وخليه يعملها بنفسه ويجربها ويبدا ان هو يفهم. اه ده انا المره دي مثلا ايه هبقى ماسك لعبه، والمره الجايه همسك مثلا كذا، ويبدا يفرق. ف الموضوع دلوقتي اصبح متسارع زياده عن اللزوم. يعني احنا شفنا شات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4. شات جي بي تي 4 الاو ميزته ان هو بيقدر يتعامل مع حاجات مختلفه، يعني انا ممكن امسكه وادخل على الثلاجه واقول له ايه دي الاكل اللي عندي، قول لي ايه الاكل اللي ينفع اعملها بالمكونات ديت، عندي طماطم وعندي جرجير وعندي كذا، قول لي ايه الاكلات واديني الوصفه عشان اعملها. وعلى فكره انا بعمل كده، انا قاعد في البيت دلوقتي لوحدي، فساعات اقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، طب دي انا مش انا ما عملتش دي قبل كده، دي ده ممكن اعمل بيه ايه، والحاجات اللي عندي كذا ومش عايز انزل اشتري. فهو بيبدا يقول لي على صفات بالاكلات اللي موجوده معايا، ممكن تكون الوصف مش مصريه خالص ولا عربيه. فتخيل بقى ان شات جي بي تي او دوت اللي احنا مبهورين بيه، ان انا ممكن في اي وقت اسمع مزيكا اقول له المزيكا دي قول لي بتاعت ايه، فيبدا ان هو يقولها لي. يعني بيقدر ياخد الميديا والصوت والكلام ويديني ميديا وصوت وكلام زي الفل. يعني ممكن ادي له مثلا صوره واقول له ركب لي عليها فيديو، حاجات كتير قوي. ده بيقول لك ان ده اشبه بطالب في اولى ابتدائي بالنسبه لشات جي بي تي 5 اللي هينزل الشهر ده، يعني مش لسه قدام 5 6 سنين. فبيقول لك ان 5 يعتبر زي دكتور في الجامعه، هيبقى يعني فاهم فكره ايه المنطقيه في الموضوع والفلسفه في الموضوع، وعنده استعداد ان هو يشك في حاجات ما كانش شات جي بي تي 4 بيقدر يفهمها. التنقلات الرهيبه بين شات جي بي تي 3 و4 و5 في فتره قليله جدا، يعني احنا مش بنتكلم على 20 سنه، ده احنا بنتكلم يعني 6 شهور وتلاقي حاجه ثانيه ظهرت، وعندنا جيميناي وعندنا الحاجات دي. فالموضوع مش مرعب تمام، لكن موضوع ان انت لازم تبدا تبقى يوزر قوي. ما بقولكش اعمل شات جي بي تي 4 و5 ونفسه، بس على الاقل تقدر ازاي تستخدم الحاجات دي بشكل سهل جدا وبسيط، لان الطلبه في ابتدائي واعدادي بنشرح لهم الحاجات دي وبيقدروا ان هم يبرمجوها، بيبرمج برنامج يخليه يتعرف على الصور ويتعرف على الاشكال ويبدا ان هو بيرسم، ويبرمج روبوت. يعني بنديله بكورسات ازاي يعمل روبوت لطالب 7 8 سنين تمام، يعني الاردن اهوت تمام، بيقدر هو في قلب الكورس دوت، يعني كورس مجاني مش بنعمل دعايه ولا حاجه، بس يقدر ان هو يوصل الحاجات مع بعض ويبدا ان هو يبرمجه. فكرة ان انت تبرمج حاجات بالشكل دوت كان زمان فعلا صعب، دلوقتي اصبح بالبرمجة بالمكعبات بتوصل حاجات ببعض كده كأنك بتلعب لعبة المكعبات مناسبة للأطفال زي لغة سكراتش وبوكت بيو، حاجات بسيطة خالص تناسب الناس وكلها. طيب الذكاء الاصطناعي اخاف منه؟ لا ما اخافش منه. حاجتين الناس بتخاف منهم، ان هو ياخد مكانه في الوظيفة، وان هو يسيطر على العالم ويبدأ يعمل جيش ويعمل انقلاب. طيب في الحالتين هو مش الذكاء الصناعي اللي يعمل كده، ليه؟ لا انا ممكن اقول لك يعني امثله من الدين وبابا، بس خلينا نتكلم في الجزء اللي هو ايه علمي او اكاديمي شويه. هو مش هو ما عندوش الغريزه، ما عندوش الشعور ان هو حب التملك، يعني ايه اللي هيخليه يتحرك؟ هو ما عندوش حب التملك، هو مش عايز ياخد يديني كتف وياخد وظيفتي تمام، هو مخصص للمساعده بتاعتي. لكن ايه المشكله؟ ان هو في الوظيفه مش هو اللي هياخدها، بس زميلك اللي بيستخدمه لو انت ما استخدمتوش. يعني انا مثلا بعمل لوحه في اليوم، واحد صاحبي انا الكلام ده مثلا من 15 سنه كنت انا بدات اتعلم، ما كانش عندنا شغل، فبدات اتعلم اوتوليزب، وكان ده في 2009،
بدات اعمل لثبات اوفر على نفسي الشغل. فاول ما تجيلي شغلانه في قلب الشغل اروح مخلص كل شغل اللي هو 10 بيخلصوه انا بخلصه بالاوتوليزم والبرمجه بس خالص. فالذكاء الاصطناعي هتلاقي مثلا انت بتحب تستخدم الاكسل العادي وزميلك بدا ان هو يسال الذكاء الاصطناعي انت بتكتب له بالعربي كده انا عايز تكتب لي معادله تجمع خمس حاجات مع بعض فهو يعملها لك. يعني خلينا اقول لك على حاجه، كل الشركات التكنولوجيا بلا استثناء بلا استثناء واتحدى كلهم ومثلا اوتوديسك منهم مثلا وكل الشركات العظمى الكبيره ومايكروسوفت نفسها عملت برضو اللقاء دوت، اخوانا احنا لو احنا ما استخدمناش الذكاء الصناعي ممكن تيجي شركه صغيره في اي دوله بسيطه خالص فيها 5-6 اشخاص مش 20 مليون ومبرمجين صغيرين يعملوا برنامج يقضي علينا. فاحنا لازم احنا نسبق وندخل الذكاء الاصطناعي في الاوتوكاد في تكلا في الريفت، يعني كل الاصدارات الجديده هينزل فيها التولز ديت بحيث انها تقدر تعمل نهضه كبيره جدا. يعني مش هيبقى اصدار جديد لا، ده هيبقى فرق زي بين الاوتوكاد والريفت. انا كنت لسه شايف بعض البرامج منهم مثلا بلندر وحاجات زي كده انت تكتب له مثلا، وبرنامج الراينو ممتاز جدا في القصه دي، تقدر تكتب له كده انا عايزك تعمل لي تصميم لمبنى 3 ادوار، بتكتب له بالانجليزي يعمل لك التصميم كله. طب لا انا عايزك تشيل الحوايط اعمل لي سيلكت للحوايط اللي طولها اقل من متر، فيبدا يعمل لك سيلكت عليها كلها، مش بدور ده انا بكتب له اعمل لي سكادول يعمل كذا فيبدا يعمل لي سكادول. فحاجه خطيره جدا. الناس اللي خايفه ان الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم مستحيل يحصل، لان هو ما عندوش المشاعر وما عندوش الرغبه في التملك، ما عندوش غريزه. لكن ممكن واحد يكون حاكم يقول لك ايه انا هجيب احسن عباقره واديهم كل الفلوس بحيث ان هم يعملوا لي انظمه مراقبه وانظمه تجسس وانظمه تحكم، واقدر ان انا في اي لحظه اطفي النور مثلا على البلد كلها، او يعني يقدر ان هو باستخدام الذكاء الاصطناعي يسيطر اكتر ما هو مسيطر. فهي دي اللي هخاف منها، ان حد يستخدم الذكاء الاصطناعي استخدام ضد رغبتي.